بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله دلوقتي نراجع على آخر محاضرة، وهي بتتكلم على الـ implementation اللي هو التطبيق الفعلي. يبقى إحنا كنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن اللي هو ما قبل التطبيق، وهنعمل transition team، واتفقنا إن إحنا هنبدأ نفهم أكتر وهنعمل analyze للـ workflow اللي هي بعض الـ process اللي كانت بتحصل عندنا في المستشفى. وبعدين دلوقتي بقى هنبدأ نعمل implementation بشكل فعلي. قال لك طبعا implementation هي اكتر خطوة طبعا صعبة، most difficult، واكتر خطوة طبعا مهمة ممكن تعملها. ال change اللي بيحصل هيأثر على الكل، يعني هتلاقي ان هو بيأثر على كل شخص موجود اصلا في الاوفيس، كل شخص موجود في المستشفى اللي عندك، تمام؟ من اول الدكاترة والموظفين لغاية المرضى هتأثر على الكل، اللي هو التحويل لاهوت، ماشي؟ ولكن انت لو عملته بشكل كويس، لو انت بالفعل عملت implementation وكان عملت الخطوات اللي احنا هنتكلم عنها كمان شوية بشكل منظم، فهيبقى في فوائد كتير جدا بما يخص ال patient care. زي ما احنا كنا قلنا ال charting هيبقى سهل، اللي هيبقى فيه زيادات في ال revenue وكلام من ده. ولكن لو تم بشكل سيء، لو تم بشكل خطأ، فهتلاقي ان الناس بدأت تشتغل اكتر، هتلاقي ان الفلوس بقت اقل، اللي هي الريفينيو او العائد بقى اقل، هتلاقي ان الامبلويز او الموظفين مش راضيين اصلا عن الاداء، ومش راضيين عن الشغل اللي بيحصل، يعني تمام كده. طيب، يبقى دلوقتي الفكرة كلها ان انت محتاج تعمل careful planning، ومحتاج ان انت تعمل preparation وتعمل تحضير كويس لجزئية الايه ال implementation، وتبدأ تشوف اي كل حاجة ممكن تتوقعها، وتبقى جاهز لل predictable وال unpredictable، الحاجات المتوقعة والغير متوقعة، وكل حاجة ممكنة علشان تقدر ان انت تطبقه بشكل صحيح فعلا، تمام كده. وقالك اللي هو فعلا ممكن يعني يكون اصلا في الايام الاولى هتلاقي ان في ناس بقى بدات تقول لك ايه، يعني في الايام الاولى في الامبلمنتيشن هتلاقي في ناس بدات تقول مثلا في المستشفى، لا خلاص احنا عايزين ان احنا نوقف البروسس، عايزين نرجع للقديم، عايزين نرجع للكومفورت زون، عايزين نرجع للبيبر. وده طبيعي جدا علشان هم مش هيكونوا متعودين على التغيير اللي بيحصل، تمام كده. فانت محتاج تكون فاهم اللي هو symptoms or aspects of a practice، يعني تكون فاهم كل الجوانب من التطبيق دهوت، من تطبيق ال EHR على المستشفى، تمام؟ وتشوف كل الحاجات اللي انت محتاج اللي انت تركز عليها وتركز عليها، زي ما احنا هنشوف كمان شوية، والمشاكل اللي ممكن تحصل واللي هتتجنبها، وازاي اللي انت في الاخر تقدر اللي انت تعالج المشاكل اللي ممكن تحصل، كل المشاكل اللي ممكن تحصل، وتلاقي فعلا ليها solution كويس او treatment كويس، ماشي؟ وطبعا ده مش لاول يوم بس، انت الفكره يعني مش لاول يوم implementation بس، انت بتعمل كده على المدى البعيد برضه، وبالتالي انت دايما هتكون اصلا عندك goals واضحه، سواء على المدى القريب اللي هو short term او long term goals، تمام كده. وبالتالي هنبدا دلوقتي نتكلم على بعض النصايح وبعض الادوات اللي انت ممكن تعملها علشان تعمل implementation لل EMR system عندك في المستشفى، وتزود ال chances of success، يعني تزود فرص النجاح، وتقلل ال pain، يعني تقلل الصعوبات اللي ممكن تكون موجودة يعني بعد التطبيق، تمام كده. وبالتالي احنا هنحاول الاول نفهم ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها، او ايه هي الصفات علشان نوصل ل successful implementation، يعني علشان نوصل ل implementation ناجح لل EMR. يبقى دي اول حاجة احنا بنشوف نقدر نعمل ايه، او ايه الصفات اللي ممكن تكون موجودة عشان انجح. تاني حاجة اللي انا ابدأ اللي انا اعدل فيه المواعيد بتاعة ال patients. هو خلي بالك انت اصلا فترة ال implementation بتاعة ال EHR هيبقى، او ال EMR يعني، هيبقى فيها لخبطة كتير، الناس لسه ما اتعودتش، والفكرة كلها ان الشغل هيكون ماشي عادي، يعني هيكون في patients ومفروض ييجوا وليهم ميعاد كشف ومش عارف ايه. فالفكرة برضو اللي انت محتاج اللي انت تعمل يعني تظبط اللي هو المواعيد بتاعة ال patients، تمام؟ وبعدين تبدأ اللي انت تحدد او تشوف انت هتعمل بريبير للشارتس ازاي. الشارتس زي ما احنا اتفقنا ان هي الاستاتستكس اللي هي الاحصائيات عموما، فانت ازاي هتقدر اللي انت تحضرها واللي انت تبدأها اصلا يعني، تمام كده. عشان زي ما احنا كنا اتفقنا اللي انت لسه محتاج تجيب الحاجات القديمة ومش عارف ايه، هنعرفها كمان شوية. وبعدين هنبدأ نتكلم اكتر على التريننج، انت ازاي هتقدر ان انت تدرب الناس اصلا اللي موجودة على السيستم. وبعدين اخر حاجة اللي هو ايه هي قيمة السوبر يوزر، تمام؟ طيب خلينا نبدأ الاول بحاجة اسمها physician and staff buy in. عارف يعني ايه buy in؟ عارف لما حد يحاول يقنعك بحاجة او كده، فتقول له يا عم خلاص انا شاري، يعني اللي هو ايه، خلاص يعني اللي هو الموضوع بالنسبة لي انا مقتنع جدا اصلا. فهو buy in عموما معناها ايه؟ معناها ان الواحد خلاص، ان واحد وافقك، وان الواحد خلاص يعني معاك في اللي انت بتقوله، وخلاص هيشارك معاك، تمام؟ فالفكره بقى العنوان دوت بيقول لك ايه، انت ازاي تخلي الموظفين والدكاتره بارتيسيبيتد معاك، اللي هم يكونوا مشاركين معاك ويشتروا فعلا الكلام اللي انت بتقوله،
اللي انت بتقوله يعني، اللي هو يقتنعوا بيه يعني، تمام كده؟ طيب يبقى اول حاجه اللي انت ممكن تعملها اللي انت تبدا تكلم الفندور تقول له لو سمحت، عارف الديمونستريشنز اللي انت كنت قلتها لي قبل كده، انا عايزك ان انت تجهز لي ديمونستريشنز جديده كمان علشان اعرضها لكل الموجودين عندي، لكل الموظفين ولكل الايه الدكاتره، عشان يبداوا ياخدوا فكره عن الايه عن السيستم، ويبداوا يسالوا ويبداوا اللي هم يجهزوا بشكل منتلي اصلا، يعني عقلهم يبقى جاهز للايه للسيستم اللي هيجي، تمام كده؟ وتنفولف كل الستاف، يعني كل الموظفين بتوع الشركه يكونوا معاك في المرحله دي، كلهم يكونوا بيشوفوا الايه العرض اللي هو الادمنستريشنز ده دي، وكلهم يقدروا اللي هم يسالوا، كلهم اللي هم يقدروا مثلا اللي هم يعملوا ريديزاين، حتى اللي هم مثلا يعيدوا او يقولوا مثلا حاجه او كونسيرنز عندهم او كده او سؤال، فنعدل حاجه مفيش مشكله، يعني اللي انت تحاول اللي انت دايما تديفلوب الايه البيشنت كوميونيكيشن معاهم، تمام كده؟ طيب وبعدين طبعا الفيندرز برضو ممكن يبقوا عندهم اونلاين سيشنز، يعني الشخص الفيندر طبعا الفيندر زي ما احنا كنا اتفقنا اللي هو الشخص اللي هيبيع لك الاي ام ار، فهو اصلا ممكن يكون عندهم اونلاين سيشنز، سيشنز هم بيدوها علشان يعلموا الناس ازاي يستخدموا السيستم، فهو برضو جهز الاستاف اللي عندك ان هم ياخدوا الايه السيشنز دي، تمام كده؟ وبرضو قول للفيندر لو سمحت احنا عايزين كده انفايرمنت بلاي انفايرمنت، يعني حاجه كده كاننا مش هي البيئه الحقيقيه، مش هو السيستم الحقيقي اللي احنا نشتغل عليه، مش داتا حقيقية، لا كأنها بيئة كده، بيئة تخيلية نقدر اللي احنا نجرب فيها، نجرب بحيث ان هم ممكن يجربوا ويغلطوا عادي، يعني كأنهم بيجربوا مثلا على داتا مش حقيقية، واخد بالك من الفكرة؟ طيب develop momentum and keep the momentum going، يعني كأنك انت بتبدأ تدفع الناس وتشجعهم، واللي انت تشجعهم على اللي هم يستخدموا السيستم، واللي هم مثلا يشوفوا او يحضروا اونلاين سيشنز، او اللي هم يشوفوا او يجربوا السيستم وهو في البلاي انفايرمنت، كلام من ده، ماشي؟ وطبعا تعرف كل الفيزيشنز، تعرف كل الدكاترة، تعرف كل الموظفين، اي تقدم في اي مرحلة لازم يكونوا عارفين، ولازم يكونوا عارفين اهمية اللي انت بتعمله ايه، يعني لازم تكون قايل لهم اصلا مثلا اللي احنا بنعمل السيستم دهوت عشان نزود الريفينيوز، عشان مش عارف ايه، عشان نسهل عليكم، كلام من ده، تمام؟ ونبدا برضو نبدا نفكر الناس على طول ريمايند بيبل اوف ذا اوريجينال فيرجن اوف اي ام ار، يعني كل شويه نقول لهم مثلا على جزء جديد في الاي ام ار، ونبدا نقول له اللي هو السيستم الجديد يعني، ونقول له مثلا ايه المميزات اللي هتبقى فيه، والحاجات اللي هتساعدهم، والحاجات اللي هتساعدهم ان هم يوصلوا للاهداف بتاعتهم، واللي هتسهل عليهم، والكلام من ده، ماشي؟ يبقى دي اول نقطه اللي انت بتخلي الايه الدكاتره والموظفين معاك في الايه في اللعبه، واللي انت تخليهم مشاركين معاك، تمام كده؟ طيب الحاجه التانية اللي انت بتعمل ادجستمنت للبيشنت سكاجول، ودي حاجه مهمه جدا جدا، انت دلوقتي في التعديل اللي انت هتعمله انت هتغير كل حاجه من مانوال الى ايه الى الكترونيك، صح؟ طيب دلوقتي في مشكله، الناس اللي حجزت اصلا دلوقتي لازم تاخد بالك ان انت لو انت وقفت كل السكاجولز، يعني لو انت وقفت كل مواعيد المرضى، فده طبعا هيخسرك فلوس كتير جدا، هيخسرك ريفينو، يبقى من ناحيه الريفينو بيقول لك ده مستحيل اللي انت اللي انت مثلا توقف الايه السكاجولز كلها، وخلي بالك انت هتضطر ان انت طبعا تشغلها عادي، تفضل شغال عادي، ولكن خلي بالك ان الطبيعي ان هيحصل فيه ديسربشن في السكاجولز، يعني هيحصل فيه لخبطه في الايه في المواعيد بتاعت الناس ودخول الناس والكلام من ده، عشان طبعا انت دلوقتي بتجرب على حاجه جديده جدا، تمام؟ طيب فالفكره كلها اللي انت بتكون عايز اللي هو وانت اصلا والسيستم بيشتغل عندك وانت بتجرب الورك فلو الجديد، يكون برضو السكاجولز لسه شغال عادي، يعني واخد بالك من الفكره اللي هو انت during go live you're still learning the system، وانا لسه بتعلم السيستم، واحنا بنجرب النيو ورك فلو، هنحاول نخلي البيشنس يشتركوا معانا، مش هنقول لهم ايه لا خلاص كل المواعيد مثلا بتاعت الاسبوعين الجايين فاضيين، معلش علشان خلاص مش هينفع، ليه؟ علشان انا بجرب سيستم جديد، طبعا دوت هيخسرك فلوس كتير جدا جدا، لا خليهم مشاركين معاك، دخلهم كمان في البروسس، ليه لا؟ تمام؟ طيب تالت حاجه قال لك خلي بالك من حاجه اللي انت ممكن يحصل فيه ميديكال ايرورز، ودي اخطر حاجه، ودي اكتر حاجه فرايتنينج ممكن تحصل، ممكن مثلا حد يوصف دواء غلط، ممكن حد يقول مثلا ان بيشنت جه وفضل مستني كتير جدا، ممكن يحصل مثلا ميديكال ايرور اللي هو خطا طبي، طبعا خطا طبي دوت بيكون يعني ايه مشكله كبيره يعني، تمام؟ وده طبعا بيكون بسبب اللي هو بور نوليدج هاو ذا نيو سيستم ورك، اللي هو السيستم الجديد شغال ازاي، فانت برضو لازم تكون
واخد بالك جدا من الميديكال ايرورز اللي انت تحاول اللي هي ما تحصلش خالص او تقلل جدا النسبه دي. من التحديات برضو اللي انت لازم تاخد بالك منها اللي هو جزئيه انك تدير الضغط بتاع اللي انت لازم تكمل النوتس، لازم اللي انت تشوف كل البيشنس اللي سجلوه مثلا في ميعاد معين، لازم اللي هم فعلا اللي هم يحضروا في الميعاد دهوت وما يتاخروش عنه. يبقى الفكره كلها اللي انت بتحاول ان ما يكونش فيه اي تاخر برضو للبيشنس، تمام؟ عشان برضو زي ما احنا اتفقنا انت دلوقتي ده نظام جديد بشكل كامل للموظفين كلهم، وبالتالي هم اكيد هيبقى فيه تاخر شويه عندهم. ليه؟ علشان هم محتاجين اللي هم يشوفوا النوتس اللي المفروض يعملها دوكيومنتيشن، البريسكريبشنز اللي المفروض يكتبوها، الاوردرز مثلا بتاعه اللاب اللي هي بتاعه المعامل او بتاعه الاشعه او غيره. يبقى كل الكلام دوت احنا محتاجين اللي احنا ايه نتشيك عليه. وخلي بالك برضو اللي انت برضو محتاج اللي انت تتشيك على الحاجات القديمة اللي هو الباست ريزولت في الحاجات القديمة اللي كانت لسه ورق، وبالتالي برضو الموضوع هيبقى برضو ايه معقد اكتر يعني. patients who are sick still need medical help، والناس المريضة بقى او كده ما ينفعش برضو تتأخر عليهم، بالذات الناس اللي مثلا حالات الطوارئ. ما ينفعش مثلا حد يجي في حالة طوارئ مثلا ومحتاج تدخل حالا فهو يقول لا معلش اصلا انا محتاج ان انا اكمل النوت دي الاول. فبرضو ده تحدي من التحديات اللي انت ايه لازم تاخد بالك منها اللي هو وانت بتطبق النظام الجديد اللي هو زي اللي انت ايه تشوف البيشنت سكاجولز. يبقى دي كلها كانت من التحديات اللي ايه اللي احنا المفروض ناخد بالنا منها يعني، تمام؟ وهنا هو بيقول لك برضو مجرد احصائية كده اللي هو مثلا يعني دي مجموعة احصائيات مش اكتر. هو بيقول لك مثلا هنا الدروب في الريفينيو بيبقى قد ايه وانت بتطبق مثلا الايه السيستم بتاعك. هو قال لك ان الدروب في الريفينيو بيبقى مش عارف بيكلف كذا وده بيكلف كذا ومش عارف ايه الكلام من ده، تمام؟ يعني هو فكرة يعني اللي هو هنا مجرد احصائية بس بيقول لك ان هيبقى فيه ان الريفينيو هتقل، ان هي الارباح هتقل يعني، ده طبيعي. طيب الشورت بريبريشن اللي بقى دي كانت من ثالث حاجه احنا اتفقنا عليها واحنا كنا بنتكلم على واحنا بنعمل امبلمنتيشن، تمام؟ يبقى اهو اللي هو الشورت بريبريشن اللي هو ايه افضل طريقه علشان اجهز التشارتس اللي هي الاستاتستكس اللي هي حد عارف قبل كده مثلا شاف الجوجل اللي هي بتبقى مثلا عامله كانها كده وبتعبر مثلا عن اللي هو مثلا لو المرضى اللي تعافوا، المرضى اللي مش عارف التعب بتاعهم بقى اسوأ، الكلام دوت اللي احنا كنا ناقشناه من كام محاضره ده، تمام؟ فهو الفكره كلها اللي احنا عشان نعمل بريبريشن ليه للتشارتس دي عشان نجهزها، فهو الفكره كلها اللي انت محتاج اللي انت تنقل من البيبر تشارتس الى الايه وتدخلها في السيستم اللي عندك، تمام كده؟ اللي هو تخليها الكترونيك تشارت يعني، تمام؟ وبالتالي طبعا انت محتاج اللي انت تحضرها الاول، وبالتالي انت محتاج اللي انت تحضر القديم وتدخله على السيستم والكلام من ده. طيب وطبعا زي ما احنا اتفقنا احنا قلنا الكلام ده برضو من كام محاضره ان التشارتس بتبقى مفيده جدا وهي في الاي ام ار. حتى لو حد فاكر في المحاضره السادسه احنا قلنا الكلام ده اللي هو ازاي نحول الحاجه للتشارتس، وبتبقى في الاي ام ار بتبقى ايه ليها ميزه كبيره جدا يعني وسهله كمان، ولكن طبعا بتكلف وقت كبير وبتكلف فلوس اكيد كتير اللي انت حته اللي انت ايه تنقل اللي هو في الحاجات اللي هي مثلا قبل ما السيستم يجي اللي هي حاجات الورق وكده تنقلها على الايه على السيستم، وبالتالي الموضوع طبعا هياخد وقت شويه. وقال لك ان هو ممكن تاثر على كل الحاجات دي. تاثر بقى على ايه؟ اول حاجه على مده زياره المريض، يعني ايه duration of patient visit، يعني ايه الكلام ده هو ده. يعني انت دلوقتي لو انت قررت انت كمدير قلت ان انا مش هنقل الشارتس دهيت للاي ام ار، تمام؟ لا انا هستنى علشان الموضوع هياخد مني وقت كتير. فخلي بالك اللي انت كده ان مدة زيارة المريض هتزيد. ليه؟ علشان نفترض دلوقتي اللي انت عايز ترجع لمعلومة معينة موجودة في التشارتس دهيت، تمام؟ وبالتالي انت هتضطر تخلي البيشنت يستنى شوية، يعني هيبقى لونجر شوية، هيقعد الوقت اطول يعني لغاية لما انت تنقل بقى المعلومات من الشارتس الى الايه اللي انت تنقلها للاي ام ار عشان تبدا اللي انت تقراها وتشوف المعلومات اللي انت عايزها. يعني خدت بالك ان زياره المريض نفسها المده بقت اطول، تمام؟ طيب نفترض اللي انت قررت دلوقتي اللي انت تعمل ايه، اللي انت قررت دلوقتي اللي انت تبريبير التشارتس دهيت الاول، يعني اللي انت تخلي الاي ام ار الاول تضيف عليه كل التشارتس وبعدين تبدا تشتغل بيه، تمام؟ فهو خلي بالك كده اللي هو انت هتقعد وقت كتير، هتفضل بيرسونال تايم كتير جدا في الاوفيس من 4 لـ 6 اسابيع انت بتدفع للموظفين اللي بينقلوا المعلومات من الايه من الورق الى الايه الى الاي ام ار. وخلي بالك ان هو فكره النقل دهيت بتبقى برضو حاجتين، ولازم انت تكون عارف الاوبشنز اللي عندك عشان تقدر ان انت تاخد ديسيجن بشكل صحيح.
اول اوبشن هو البريلود، وفكرته بكل بساطه ان انت بتجيب الورق وبتجيب الموظف، الموظف بيقعد ينقل كل كلمه الى الايه، الى السيستم، يعني بينقلها يدوي، تمام كده. يعني الفكره كلها اللي هو بينقلها للكوركت فيلدز، يعني مثلا بيبقى جدول ولا حاجه، فهو بيبدا اللي هو ينقلها ريكورد باي ريكورد ريكورد باي ريكورد، يبدا يضيفها كلها، تمام كده. الطريقه الثانيه اللي هو يعملها سكان بموبايله مثلا، تمام، يبقى بكل بساطه اللي هو ايه، يعملها بسكان. طبعا الفكره هنا ان هو هيفرق بعدين في ايه، في الابديت، اللي انت لما تيجي بقى انت دلوقتي المعلومات البيشنز ديت مثلا اتغيرت، فانت لو انت كنت شغال سكاننج فانت هتضطر تعمل ايه، هتضطر ان انت تسكان الايه الدوكيمنت كلها تاني. وطبعا خلي بالك برضو مش هتقدر ان انت مثلا تعمل فيها سيرش، مش هتقدر فيها برضو اجزاء زي دي. اما البري لودنج لا، انت كل اللي انت ممكن تعمله ان انت تعمل ابديت للفيلد اللي اتغير، صح؟ فالفكره كلها الموضوع عامل كانه ازاي، انت مثلا عندك دلوقتي ورقه عايز تنقلها للابتوب بتاعك، تمام كده، فهو في حل اللي انت صورتها ونقلتها على اللابتوب بس صوره، الحل التاني اللي انت نقلت المعلومات اللي فيها. فهو الفكره طبعا لو انت نقلت المعلومات اللي فيها هي هتاخد منك وقت اكتر، ولكن هتبقى اسهل في الايه، في التعديل، اسهل في الابديت، تمام كده، وهتبقى اسهل طبعا في اللي انت تعمل ريبورتس وديسيجن سبورت سيستمز والكلام من ده. طبعا decision support system يعني هي حاجة مش علينا، ولكن هي أنظمة بتساعد متخذي القرار عموما في اللي هم ياخدوا قرارهم بشكل أفضل بناء على الريبورتس اللي بتظهر أو الإحصائيات اللي بتظهر أو حاجات من دي، مش موضوعنا يعني. آخر نقطة برضو من الحاجات اللي أنت لازم تاخد بالك منها وأنت بتاخد قرار، اللي هو حتة إن الداتا مثلا يتعمل لها بريلودنج من الورق إلى الإي إم آر، خلي بالك اللي أنت الشخص اللي بينقل، يبقى انت لازم تختار حد يكون اصلا انت بتثق فيه، موظف انت بتثق فيه، وتثق مثلا اللي هو مش هيطلع المعلومات دهيت لحد مثلا، او يعملها ريكوردنج لحد تاني او كلام من ده. يبقى لازم الاول تكون متاكد ان هو فعلا تقدر اللي انت تثق فيه، وبعدين تقدر اللي هو تخليه اللي هو ينقل ايه بشكل عادي، ماشي. طيب، وطبعا هو بيكون مسؤول تماما عن صحه المعلومات، يعني هو الموظف ده بنفسه هو اللي بيكون مسؤول عن صحه المعلومات اللي هو بينقلها. فهو الشارت بريبريشن اللي زي ما احنا اتفقنا، اللي انت بتحاول اللي انت تعمل توازن ما بين اللي هو فكرة تكلفة الوقت اللي انت بتقعد فيه مثلا، زي ما احنا اتفقنا ان انت كل ما تقعد وقت كل ما التكلفة بتبقى اكتر، عشان التايم كوست ماني، يعني الوقت هو في الاخر بيبقى عبارة عن فلوس، تمام، فلوس انت بتدفعها اكتر. فالمهم انت تحاول بقى تعمل توازن ما بين اللي هو التكلفة والحاجة اللي انت عايز اللي انت تنجزها، والحاجة اللي انت عايز اللي انت او اللي هو البرودكتيفيتي يعني، تمام كده. فانت بتعمل رايت بالانس في البراكتس ما بين الكوست اوف ترانسفيرنج البري اكزيستنج بيبر، يعني اللي انت تنقل البيبر اللي موجوده بالفعل اللي هي الورق العادي للايه، للاي ام ار، تمام. فيا اما انت تختار قبلها اللي هو قبل ما الاي ام ار يبقى اصلا لايف، او تخليه اللي هو ايه، تخلي الاي ام ار لايف من غير التشارتس دهيت، وكل ما بيشنت يجي تقوم تجيب له الايه التشارتس بتاعته، ولكن زي ما احنا اتفقنا دي هتقعد وقت ايه، هتقعد وقت اكتر. قال لك اللي هو من الحاجات اللي انت ممكن يعني ايه تستخدمها هنا، مثلا ان انت تجيب سبريد شيت اللي هو اكسل شيت مثلا، وتبدا اللي انت تعمل كريتيكال كومبوننت، يعني مثلا تقول الجزء ده من التشارت انا مهتم بيه جدا، اللي هو مثلا البروجرس بتاع الشخص ده اللي هو التقدم مثلا اللي في المرض او كده، ومهتم برضو بالجزء الميديكيشنز اللي هو الادويه اللي هو كان اخذها. يبقى انت بتقول ايه كومبوننتس مهمه كده انت ايه بتركز عليها، ماشي. طيب، الحاجة التانية اللي هو انت بتستخدم اللي هو لو انت حبيت تستخدم اللي هو التشارتس او كده، واللي هو طريقة السكاننج، فهو خلي بالك من حاجة اللي هو، والناس اللي بتعمل سكاننج برضو لازم يستخدموا ستاندرد نومنكلتشر. يعني ايه ستاندرد نومنكلتشر؟ يعني طريقة تسميتهم للسكان دوكيمنت تبقى موحدة، تمام، ويبقوا ماشيين بستاندرد معين. يعني مثلا يسموه اول حاجه ان دي عباره عن ايه، دي اكس راي مثلا. طب اكس راي على ايه مثلا؟ التشست. طب الـ في سنه كام؟ 2020. يبقى خدت بالك من الفكره اللي هو في طريقه معينه لتسميه الايه، الملف اللي هم عملوا له ايه سكاننج يعني، تمام. طيب، يبقى ده كان من الحاجات برضو اللي احنا كنا محتاجين نهتم بيها واحنا بنعمل امبلمنتيشن للاي ام ار، اللي هو فكره اللي احنا بنعمل بريبريشن للايه، للتشارتس، تمام. زي ما احنا اتفقنا كل رغي ده هو فكرته ايه، فكرته اللي هو بيقول لك ان انت عندك ايه مطرقتين، اللي انت تجهز كل حاجه مره واحده وهيبقى الكوست بتاعتها عالي وهتحتاج موظفين تثق فيهم وهيقعدوا وقت كتير من 4 ل 6 اسابيع، او اللي انت تعملها لكل بيشنت لوحده، ولكن ده هو هيأثر طبعا على المده بتاعه زياره الايه المريض، تمام كده. وقال لك هنا برضو اللي انت خلي بالك من حاجه، ان كل الناس اللي بتعمل مثلا سكاننج او كده بيستخدموا طريقه تسميه ايه موحده، تمام، او مش موحده اللي هي ستاندرد يعني. طيب،
اخر حاجه اللي هي اون سايت تريننج، الفكره كلها اللي انت بتحاول اللي انت تدرب الناس الستاف الموجودين عندك، سواء كانوا الدكاتره او الموظفين العاديين الموجودين مثلا في المستشفى او كده، وتحاول اللي انت تخليهم اللي هم يتكيفوا اكتر على التجربه مع استخدام الاي ام ار سيستم الجديد، تمام كده. وقال لك اللي انت عندك طريقتين في التريننج، حاجه اسمها بيج بانج رول اوت او الفيزد رول اوت، تمام. طيب الفرق ما بينهم اللي هو ايه؟ الفكره كلها اللي انت يا اما بتدرب كله كل الموظفين كلهم مره واحده على السيستم كله، تمام، وبعدين السيستم يبقى لايف مره واحده، او اللي انت تقسمها لاجزاء، يعني مثلا تدرب القسم الاول بعدين تدرب القسم الثاني بعدين تدرب القسم الثالث وهكذا. يبقى تاني، يبقى الفيزد ابروتش بيخليك اللي انت تعمل ايه اللي هو الفيزد، ماشي. الفيزد ابروتش بيخليك اللي انت يو اند يور ستاف اللي انت بتتعلم وادابت سمول انكريمنتس اوف ذا سيستم. يبقى خلي بالك، ركز في الكلمه دي، سمول انكريمنت اوف ذا سيستم، مش بيبقى كله مره واحده، مش بيبقى كومبليت كده كله مره واحده، لا، يبقى اجزاء على اجزاء. انا بتعلم الاول الجزء ده، بعدين بتعلم الجزء ده، بعدين بتعلم الجزء ده، كلام من ده، تمام كده. طيب او مثلا لو انا عندي اكتر من لوكيشن، يعني لو المستشفى مثلا موجوده في اكتر من مكان، فانا ممكن اعمل حاجه اللي انا اجربها في مكان الاول، لو المكان ده هو ناجح مثلا ابدا اجربه في المكان التاني، بحيث برضو ان انا اعرف التجربه الاولى استفيد منها واستفيد من الخبرات دهيت، ماشي. يبقى ده بالنسبه لطريقتين اللي هي البيج بانج رول اوت او الفيزد رول اوت. يبقى الفيزد رول اوت اللي انت ما بتطلعش كله مره واحده، لا، ده انت بتبقى عباره عن سمول انكريمنتس، بتدربهم على اجزاء اجزاء اجزاء، وفي الاخر كله بقى بيبقى على بعضه. اما البيج بانج، لا، ده مره واحده كده بيديك كومبليت تريننج على السيستم كله، ماشي. طيب يبقى في الاون سايت تريننج، يبقى فكره برضو في التريننج، يعني دي مجموعه حاجات انت او اجنده للتريننج اللي انت بتعرف مثلا سيت اب اجنده فور تريننج، يعني كانك انت بتقول الحاجات اللي هم لازم يتعلموها هي ايه. ابتدى اللي انت تشوف مثلا تريننج ريكويرمنتس اللي انت المفروض كل واحد عشان يتعلم يكون عنده ايه بالظبط، عنده سكيلز في ايه بالظبط. ممكن مثلا المفروض يكون عنده سكيلز مع في التعامل مع الاكسل، ممكن تتعامل مع ايه، حاجات من دي. والبيست براكتسز اللي هي ايه افضل الطرق اللي انا اتعامل بيها مع السيستم دهوت. ابدا اللي انا اعرف كل واحد على الدور بتاعه، يبقى اقول له انت مثلا دورك على السيستم هيكون كذا، دورك على السيستم هيكون كذا، كلام من ده. اتاكد ان الترينر اللي هو الترينر طبعا الشخص اللي بيعمل تريننج، تمام، ان هو فاهم كويس الورك فلو بتاع المستشفى، وفاهم كويس ويقدر اللي هو يشرحها للايه للستاف ويشرحها للموظفين. اتاكد برضو ان ان الاي ام ار ترينر اللي هو الشخص برضو اللي بيدرب قعد وقت كويس في المكان، يعني قعد وقت كويس في المستشفى علشان يفهم كل حاجه في المكان، يفهم الورك فلو، يفهم الستاف اكتر، يفهم هما بيشتغلوا ازاي، الورك باترنز مثلا، ساعات الشغل، الكلام من ده، ماشي. تبدا وبعد اللي بقى دي نقطه. نقطه ثانيه اللي انت بتورجنايز التريننج بيزد اون ورك فلو، يبقى انت بتحاول اللي انت تخلي تريننج مش هو مش تريننج كده لاي يعني اي حاجه عشوائيه وخلاص، انت بتعمل لهم تريننج على الورك فلو بتاعهم، اللي هو حد فاكر البروسيس العمليات اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في المحاضره اللي فاتت. احنا قلنا مثلا لما البيشنت يجي، لما البيشنت يكون مستني، لما البيشنت مش عارف كذا، فهو بيبدا يدربهم على الورك فلو بتاعتهم هم بتاعت المستشفى اصلا، ماشي. فانت انت بتنظمها بناء على الايه الورك فلو ان ذا اوفيس. خلي طبعا الترينر يبدا يشرح سيناريوهات، السيناريوز وي ورك فلوز، يعني سيناريوهات اكتر. يقول مثلا طب نفترض ان بيشنت جه وبعدين مشي من غير ما يدخل الحجز، طب نفترض مش عارف ايه، يبقى تبدا تخليه يقول سيناريوهات علشان يشوف تصرف السيستم هيبقى عامل ايه، هيبقى عامل ازاي، ماشي. طبعا قال لك ان وقت التريننج هيبقى بيعتمد بشكل كامل على الاي ام ار سيستم اللي احنا اخترناه، عشان في احيان في ام ار سيستم ممكن يكون معقد، في حاجات ممكن تكون سيمبل اكتر، كلام من ده. ولكن انت ممكن تتوقع ان هو من 8 ل 12 ساعه في الفيزيشن تريننج، يعني انت تتوقع ان هم هيقعدوا من 8 ل 12 ساعه بيتدربوا على السيستم يعني. وطبعا برضو الستاف الباقي، يعني ده للدكاترة من 8 ل 12 للدكاترة، وبرضو الباقي الموظفين اللي هو الموظفين اللي عند المكتب، الممرضين، الكلام ده هو برضو توقع اللي هم هيقعدوا من 8 ل 12 ساعة، يعني اكسبكت اللي هم هيقعدوا similar amount of time. طيب بلان ذا تريننج ويل انف ان ادفانس، يعني حاول ان انت تخطط للتريننج ده هوت بدري، عشان زي ما احنا اتفقنا فوق اللي انت تعرف الترينر المكان، وتعرف الترينر الورك فلو، وتحاول ان انت تعمل ريسكاجول للبيشنت، يعني لو في بيشنت مثلا المفروض اللي هو يجي في وقت التريننج دهوت، فاجله مثلا لوقت تاني علشان ايه ما تتلخبطش يعني. طبعا تواصل مع الستاف علشان هم ييجوا في وقت التريننج فعلا ويحضروا، وتاكد فعلا ان هم اتعلموا يعني.
clarify a go live date، يعني لازم تقول للموظفين انت السيستم هيبدأ من امتى فعلا فعليا، يعني هيبدأ لايف امتى او هيبدأ نشتغل بيه امتى، لازم تقول لهم على الميعاد دهوت. ماشي. If you work with your medical assistant or nurse، يعني وانت بتعتمد كتير عليهم، يعني لو انت مثلا عندك ممرضة، الممرضة ده او حد مثلا مسؤول عن المكتب، حاول اللي انت تخليه برضو مشارك معاك في الايه التريننج دهوت، تمام، علشان هو برضو هيستخدم الايه السيستم، وحاول اللي هو يكون مشترك يعني في الايه في التريننج سيشنز دي. ماشي. طبعا ده كله كلام برضو رغي كالعادة، ولكن هنكمل. ماشي. بنقول ايه meaningful use criteria، يعني حاول اللي هو تشتغل، يعني ده على فكره شرح الكلام اللي احنا قلناه. حاول انت تخلي الاي ام ار بروجكت مانجر اللي هو الشخص اللي مسؤول من اللي هو مسؤول عن الاي ام ار اصلا، والترينر اللي هم يفهموا يفهموا الايه الورك فلوز اكتر، تمام، واللي هم يحاولوا يطبقوا التريننج ده هوت على فعلا الورك فلو اللي بتتم في المستشفى، يعني على البروسيس اللي بتتم في المستشفى. وحاول ان انت تفضي السكاجول بتاع الممرضين، سوري، اللي هو الممرضين او الدكاترة او الموظفين، اي حد عموما، فضي تماما الجدول بتاعهم، ما تخليش وراهم اي حاجة غير الايه غير التريننج دهوت. ماشي. طبعا حاول ان انت تشوف مكان للتريننج، مكان مناسب، يكون مثلا في بي سي ويكون في حاجات من دي، يعني مكان مؤهل يعني اللي هو اللي انت تعمل فيه تريننج، كذلك مثلا نت او حاجه كلام من ده، وطبعا تعمل لهم موتيفيشن اللي هو انت تشجعهم وكلام من ده، تمام. طيب تحاول برضو ان انت تخلي السوبر يوزرز مشتركين معاك، تمام. يعني ايه، حد اصلا فاكر ايه هو السوبر يوزر؟ زي ما احنا اتفقنا ان السوبر يوزر ده هو ده كان شخص بيكون عنده خبرة اكتر في او بياخد تعليم او تريننج مكثف اكتر، تمام، علشان اللي هو يقدر يعمل يدي اسيستنت ليه، يعني يدي مساعدة للستاف ويساعدهم مثلا لو هم بيواجهوا مشكلة في الايه في السيستم او كده، او مش عارفين حاجة معينة، فهو بيساعدهم فيها. ماشي. ويوصل كمان الاسئلة بتاعتهم مثلا للاي ام ار فيندور لو هو معرفش يجاوب عليها. ماشي. يعني حاول طبعا تستخدم السوبر يوزرز. بعد ما يخلصوا حاول ان انت تعمل برضه سيرفيز، تبدا تسالهم على رايهم قبل وبعد، وتشوف فعلا هل هم متفائلين بالموضوع ده هوت ولا لا، مين اللي عاجبه الاكسبيرينس، مين اللي مش عاجبه، سواء من دكاتره او من البيشنس او من الستاف، اي حاجه. حاول ان انت في الايام اللي فيها تريننج ده هي تقلل البيشنت لود، يعني ما تخليش فيه حجز، يعني حاول مثلا قبلها كمان بكام اسبوع، بسيفرال ويكس، حاول ان انت تقلل الحجز شويه بتاع البيشنس عشان ما يعملش لخبطه، تكون مثلا في الموظفين بيتدربوا وفي نفس الوقت في بيشنت جاي بيتعالج او غيره، فيعمل طبعا مشاكل. ومانج بيشنت اكسبكتيشن، اللي هو حاول ان انت تقول للبيشنت برضو، توصل لهم اللي انت بتعمله، يعني قول لهم مثلا ان انا هنا بعمل اي ام ار، وتبدا تديوكيت ديم، تبدا تعرفهم على البينيفيتس اللي هتبقى موجوده في الاي ام ار، زي الاي بريسكريبشن واللاب اوردرز والريزلتس وكل الكلام اللي احنا كنا قلناه. اخر حاجه هنتكلم عنها هي السوبر يوزرز. والسوبر يوزر زي ما احنا اتفقنا هو بيكونوا ناس موظفين شغالين معاك في المستشفى، ولكن هم بدروا اللي هم يعني قالوا اللي هم ايه ممكن اللي هم ياخدوا تريننج اكتر من الناس التانيين، من الموظفين التانيين، ويكونوا فاهمين اكتر في الاي ام ار، ياخدوا تريننج ومكثف كمان، تمام، وبحيث ان انت لو هم مثلا احتاجوا، لو الموظفين احتاجوا اي حاجه اللي هم يقدروا اللي هم يساعدوهم او كلام من ده، تمام. فهم يقدروا اللي هم مثلا يفهموا جوانب تانية مثلا زي ال benefit of the practice، اللي هو الميزة اللي هو ممكن ايه ال EMR ده هو يعملها مثلا. ده طبعا هيسهل عليك ال implementation بشكل كبير وكلام من ده. قال لك اللي هو اسهل طريقة عشان ت identify super users، يعني انت طبعا عشان تختار ال super users فانت محتاج تشوف حد بيكون عنده خبرة كويسة بالكمبيوترز، يعني هو عنده مثلا خبرة تكنيكال شوية، تمام، وان هو طبعا يكون عنده استعداد اللي هو يساعد، عشان هو طبعا هو بياخد تدريب مكثف اكتر علشان اصلا يساعد الناس اللي بتواجه صعوبة مثلا في السيستم او كده، تمام. وتتأكد طبعا ان هو اصلا هو عنده انترست في حاجة زي كده، يعني هو اصلا مهتم ان هو يشارك بشكل ايه بشكل اكبر وكلام من ده. وطبعا السوبر يوزر بيتدرب مثلا 4 weeks into the implementation، يعني بي as early as 4 weeks، بمعنى اللي هو بيتعلم 4 اسابيع اصلا قبل ما قبل التطبيق العملي. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان قبل اصلا ما الباقي يتعلمه، تمام، السوبر يوزر ده بيكون بيتعلم قبلها، تمام، يعني هو بياخد التدريب المكثف بتاعه دهوت قبل الموظفين التانيين عشان يقدر يساعد الموظفين التانيين، وهما بقى بيتدربوا في مرحلة الايه الامبلمنتيشن، تمام كده.
فده نفس كل الكلام اللي احنا كنا قلناه. utilize super users، تعمل work flow analysis، train اللي هو training preparation، تعمل training للموظفين زي ما احنا كنا قاعدين بنقول من شوية، تبدأ بقى تران السيستم، تبدأ تعمل تريننج على وهو لايف وهو موجود بالفعل. وبعدين بقى تبدأ اللي انت تشوف لو في اي تعديلات او اي كاستمايزيشن انت عايز تعملها في السيستم. كاستمايزيشن يعني اللي انت ايه، تغير في حاجة معينة، تزود في حاجة معينة اللي هو على السيستم بتاعك يعني. تمام، بس احنا كده خلصنا. كنا بنتكلم عن طبعا جزئية اللي هو الامبلمنتيشن، اتكلمنا عن اكتر من نقطة. اول نقطة كانت اللي هو فكرة البيشنت سكاجول هتتعامل معاه ازاي، وقبلها كنا اتكلمنا عن حتة اللي هو ازاي تكسب رضا الدكاترة والموظفين، ده كانت اول خطوة. وبعدين بدأنا نتكلم على البيشنت سكاجول وازاي هو ممكن يأثر برضو على شغل في المستشفى، وبعدين ازاي هنعمل بريبريشن للتشارتس زي ما اتفقنا، برضو كان عندنا اكتر من اوبشن. بعدين اتكلمنا على الاون سايت تريننج، وبعدين اخر حاجة اتكلمنا على الايه السوبر يوزرز وتعريفهم اكتر. تمام، احنا كده الحمد لله خلصنا.